الأطفال المصرية والاهتمام بالأطفال المصرية. الحقيقة إنه الطفل المصري بقينا بنشوف مبادرات بتتحدث عن نفسها الحقيقة، واهتمام كبير بالأطفال، وبنتكلم من أول حديث الولادة لحد عمر 16 سنة، ومبادرات صحية ومبادرات تعليمية تقول لك إنه القيادة السياسية الطفل على أول أولوياتها، صحته، تعليمه، إزاي نتابع الأطفال دي، لأن هم ببساطة المستقبل اللي إحنا بنرتكز عليه علشان نتكلم عن أي تنمية. النهارده وزارة الصحة كشفت عن مجموعة من الخدمات الصحية اللي بتقدم للأطفال حديثي الولادة تحت مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة طبعا بالمجان. الخدمات دي هي مجموعة من الخدمات للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية وتقديم الدعم للأسر اللي يعني يكتشف إصابة ولادها بهذه الأمراض، إزاي يتعاملوا، إزاي يأكلوا، إزاي يكون في متابعة مستمرة لحالة المولود ده من أول ما يتولد ويتم تأهيله بعد كده، تقديم الدعم النفسي للأسرة دي لأنه بالتأكيد بيكونوا محتاجين هذا الدعم، متابعة كمان الطفل المريض ده وإنه ما يحصلش مضاعفات، لأنه بتبقى المشكلة كمان في حدوث مضاعفات للحالة. إزاي ندرب الأسر دي على أنهم يتعاملوا مع هذا الطفل المصاب وما يبقاش الموضوع شيء صعب وأزمة على هذه الأسرة؟ إزاي يعني نفهم ونعرف أكتر عن هذه المبادرات؟ دلوقتي معنا على التليفون دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. والحقيقة أن المبادرات الرئاسية الخاصة بالطفل في الصحة وفي التعليم وغيره حصن أمل للأطفال المصريين، فإحنا النهاردة بنتكلم عن خدمات جديدة مقدمة للكشف عن الأمراض الوراثية في الأطفال. مساء الخير وحضرتك، شكرا جزيلا. والحقيقة المبادرات الخاصة بالصحة بصفة عامة كلنا طبعا لمسينها وشايفينها على مستوى مختلف الأعمار، وهدفها الأساسي هو الوصول بالإنسان المصري إلى يعني أجود أنواع الصحة التي تنعكس تماما بدون شك على التعليم والأداء والإنتاج وفي كل المجالات. النقطة اللي حضرتك بتشيريها موضوع الأطفال، والحقيقة مجموعة الخدمات أو المبادرات أو الذي يعمل الآن لقطاع الطفولة بكل أمانة غير مسبوقة. وهو في كذا شق فيهم. الشق الأولاني التطعيمات أو اللقاحات. كلنا عارفين طبعا في مجموعة أساسية إجبارية من اللقاحات بتقدم للأطفال حتى نقيهم من مشاكل صحية قد تكون لها تأثير سلبي كبير جدا. والحقيقة المشاكل الأطفال أو أمراضهم مش بس بتنعكس على الأطفال، بتنعكس على الأسرة كلها ثم على البلد. طبعا حضرتك عارفها في تطعيمات كثيرة، لكن هقول لحضرتك ثلاث حاجات مهمين جدا. التطعيمات أو اللقاحات مثلا ضد شلل الأطفال، وهو مرض خطير جدا وكان يؤدي إلى مشاكل عصبية ونفسية وعدم قدرة وشلل وساعات وفاة لمجموعات كبيرة جدا من الأطفال. الحمد لله مصر حاليا خالية من شلل الأطفال، ورغم ذلك نظرا لوجود المرض في بعض البلاد الأخرى المجاورة بيتم تطعيمات دورية وتطعيمات محدودة، وكل الناس طبعا يعني تفهمت هذا الموقف، وأصبح كل فئات العمرية من يوم إلى 5 سنوات بتحصل على هذه اللقاحات. وكل شوية يا دكتور بنشوف حملات خاصة بشلل الأطفال، فهو مسألة الحفاظ على يعني النتائج اللي احنا وصلنا لها في مسألة القضاء على شلل يعني الأطفال. كنا نوصل إلى لا شلل الأطفال أو مصر خالية من شلل الأطفال، ده إنجاز كبير جدا. صحيح. الاستمرارية والمتابعة والترقب في منتهى الأهمية، وده موجود. السنة دي سنة 22، السنة اللي فاتت حضرتك منظمة الصحة العالمية أعلنت مصر خالية من الحصبة والحصبة الألماني. ودول حاجتين تانيين ناتجوا عن اللقاحات أو التطعيمات. السنة دي دخل مجموعة اللقاحات اللي بتعطى للأطفال المصريين لقاحات ضد الالتهابات الرئوية، نوع أكثر أنواع الالتهابات الرئوية اللي له تطعيمات أو لقاحات انتشارا، وهكذا. يعني الشق ده شق مهم جدا.
الشق الثاني اللي حضرتك اسرتيه او اللي موجود هو القضاء على الامراض الجينيه او الامراض الوراثيه. هي ساعات الامراض دي بتكون قليله جدا لكن بتؤدي الى مشاكل لمجموعه او حزمه من الاطفال. الكشف المبكر بيعني العلاج المبكر والتدخل اللي قد ينهي المرض او يشفيه او يقلل من مخاطره. مش كده وبس، لحضرتك في مبادره سيادة الرئيس عن الكشف عن السمع والخلل في السمع، وفي مبادره لتركيب اجهزه للكشف عن هذا المبكر عن السمع الخلل في السمع منتشره في جميع انحاء الجمهوريه. والاطفال اللي بيطلع عندهم خلل في السمع اللي محتاج عمليه بنعمل له عمليه، اللي محتاج زرع في حاجه في الودن اللي هي زي السماعه بالظبط بتزرع، وايضا اللي بيحتاج سماعات عشان تساعد على السمع الطبيعي بتوفر له هذه السمع. في مبادره للكشف عن الخلل في رؤيه في العين. طبعا في اطفال بيتولدوا يمكن الاسره ما بتكونش واخده بالها كويس، لان الطفل في المراحل الاولى يمكن ما بيكونش فيه تركيز على اتجاه النظر الى اخره، فالكشف المبكر ايضا عن اي خلل في العين او في الرؤيه بيتم اصلاحه. حضرتك دي مبادرات كثيره جدا طبعا في المراحل الاولى من العمر بيتم اخذ عينات في يمكن في اليوم الاول او الثاني لما بيروح يتولد الطفل، بتتاخد عينه من كعب رجله عشان نشوف في نقص في هرمون الغده الدرقيه ولا لا. وطبعا اكتشافه مبكرا واعطاء هرمون الغده الدرقيه بيقلل من التقزم وبيقلل من مشاكل الغده الدرقيه. الكشف على الانيميا. في مبادرات في مرحله الطفوله للكشف عن اي امراض طفيليه اللي هي زي اللي احنا كنا عارفينها زمان. طبعا الحمد لله البلهارسي قلت جدا في مصر بفضل المبادره الخاصه بعلاج الالتهاب الكبدي سي، في تطعيمات للالتهاب الكبدي بي، كل ده بيقلل هذه الامراض. سيادتك لو شفتي حجم المشاكل الصحيه والتداعيات والمضاعفات التي كانت تحدث من هذه الامراض عدد ضخم جدا. فالحقيقه الجزء الوقائي والاكتشاف المبكر والعلاج المبكر وتوفير الوسائل العلاجيه او المساعده في منتهى الاهميه. طيب دكتور، عايز اسالك هل في اجراء جديد يعني هيعملوه الناس اللي لسه حديث الولاده اهاليهم هيعملوه للكشف عن الامراض الوراثيه، ولا الموضوع ماشي ازاي؟ حضرتك كنت بتتكلم انه ماشي في المتابعه الدوليه اللي تتم في مراكز الصحه الامومه والطفوله ووحدات طب الاسره اللي هي بيتم فيها تطوير كبير جدا. يعني في مبادره من سياده الرئيس مدعومه لتطوير كل وحدات طب الاسره الاوليه اللي هي اساس او المكون الاول للتامين الصحي الشامل، ودي موجوده وبيتم التطوير تدريجيا حتى نصل الى تطوير كل وحدات طب الاسره. ومساله الدعم النفسي يا دكتور على الكشف عن كل هذه الامراض لمساعده الاسر لدعم صحه الطفوله والاطفال. قصه الدعم النفسي دي قصه مهمه جدا يا دكتور، لانه احيانا كتير اسر بيبقى الموضوع عندها نفسي مش عارفه تتعامل مع حاله الطفل اللي عندها، فمساله الدعم النفسي دي مساله غايه في الاهميه انها تكون متوفره من خلال هذه المبادره الرئاسيه. طبعا يا فندم. شوفي سيادتك، هي المكون الصحي بكل درجاته متكامل. يعني هي كله متكامل وكله بيؤدي في النهايه الى ضمان طفل صحيح عافي واعي متعلم الى اخره. صحيح، احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون الصحه والوقايه، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا في التاسعه.